والنهارده انعقد بالفعل هذا اللقاء اللي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمه ثلاثيه مع الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الاردن. والقمه تناولت عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدان الثلاثه، وكمان تطورات المنطقه والاقليم وكيفيه مواجهه تبعيات وتداعيات الأزمة العالمية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية اللي بتجمع البلدان الثلاثة على المستويات المختلفة سواء كانت رسمية أو شعبية. أيضا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه جلالة الملك الأردني ضيفاً عزيزاً على مصر، مشيداً سيادته بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك. كما عقدت قمة ثلاثية في مدينة شرم الشيخ جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. تناولت القمة العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة. وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا المشتركة بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك والقضايا العربية وشعوب المنطقة. زي ما شفتم حضراتكم في التقرير وأبرز يعني ما جاء في هذه القمة، لكن طبعا التحركات اللي بتحصل الآن على الصعيد العربي بشكل كبير جدا طبعا غير أولويات العمل العربي المشترك، لكن جزء منها كمان متعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية. وده مش اللقاء الأول اللي يجمع الرئيس السيسي بملك البحرين ولا كمان بملك الأردن، كان في مجموعة من اللقاءات والتشاور دايما على كافة الصعيدة، وده بيسبق قمة كمان الخليج اللي هيرتقي فيها الرئيس السيسي مع الرئيس العراقي والملك الأردني والمجموعة الخليجية مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي دي تحضيرات أيضا لهذه القمة المرتقبة بشكل أو بآخر. خلونا ناخد الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير وزال يوسف. أهلا بك يا فندم منورا. أستاذ أحمد أهلا بالأستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني لقاء القمة الثلاثية النهاردة في شرم الشيخ مش اللقاء الأول اللي بيجمع رئيس السيسي سواء بالملك البحريني أو بالملك الأردني، وفي اتصالات دلوقتي وتنسيق على المستوى العربي بشكل كبير قبل القمة المرتقبة مع جو بايدن، وأيضا على خلفية الأزمة الاقتصادية اللي سببتها طبعا الحرب الروسية الأوكرانية. شايف إزاي في ضوء المعطيات دي قمة اليوم؟ طبعا يمكن التنسيق العربي والمصري العربي لا ينقطع على الاطلاق، لكن يمكن تاتي اهميه هذه اللقاءات في هذا التوقيت تحديدا بسبب الازمه التي يشهدها العالم، بسبب زي ما حضرتك قلت معطيات الازمه الاوكرانيه الروسيه وانعكاساتها بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي وازمه الطاقه وازمه الطعام وازمه الاسعار في العالم.
ده ربما كمان هذا الامر اعاد الانتباه مره اخرى لاهميه منطقه الشرق الاوسط باعتبارها مركز للطاقه سواء النفط او الغاز. ممكن هنشوفها في الايام القليله الاخيره اتفاقيات كتير جدا، وازاي ان العالم كله بدا يتوجه انظاره الى منطقه الشرق الاوسط. هذه القمه يمكن الدوله المصريه في خلال 72 ساعه شهدت يعني قمتين، وقمه ايضا غدا ان شاء الله باذن الله وصول ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى القاهره. كل هذه اللقاءات تاتي في ضوء تنسيق وترتيب المواقف الخاصه بعبور هذه الأزمة العالمية التي انعكست على دول المنطقة من ناحية، وأيضا تلك التحضيرات الخاصة بالقمة الأمريكية العربية المقرر عقدها في الشهر القادم في المملكة العربية السعودية. نعم. أيضا كمان هذه القمة هيكون فيها لقاء للرئيس السيسي بكمان الملك الأردني وبالرئيس العراقي وبالقادة الخليجيين، وكان في مشروعات اقتصادية يعني ما يسمى بمشروع الشام الكبير مع الأردن والعراق أيضا لو تضعنا، وأيضا العلاقات المتعلقة بالبترول والأزمة العالمية وتأثيرها طبعا على أسعار النفط والبترول، يعني متوقع بشكل أو طبعا هتكون حاضرة وبقوة على هذا الملف. يعني في ظل هذه الظروف إيه الدور المصري اللي ممكن يتم لعبه في هذه الأزمة، وكيف تستفاد مصر أيضا من الأطراف المختلفة المشاركة اللي أيضا دعم اقتصادها؟ طبعا دي يمكن الزيارة الأولى للرئيس بايدن لمنطقة الشرق الأوسط وإحدى الدول العربية، وبالتالي ده ينعكس بأهمية هذه الدول تحديدا وعلاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يستوجب توحيد المواقف والتنسيق بين الدول العربية فيما بينها تحضيرا لهذه القمة المهمة التي ستشهد بشكل كبير خلال انعقادها كثير من الملفات زي ما حضرتك قلت. أيضا فكرة التكامل الاقتصادي، توفير الطاقة، مواجهة تداعيات الأزمة الخاصة بالحرب الأوكرانية الروسية، كل هذه الأمور سوف تكون على مائدة هذه القمة. ويمكن النهاردة هذه القمة الثلاثية التي كانت في شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني وملك البحرين، هي أيضا تأتي في ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الثلاث دول من ناحية وتنسيق المواقف المشتركة فيما بينها، وكذلك التحضير لهذه القمة المرتقبة خلال الشهر القادم بإذن الله. نعم، أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الباشا رئيس تحرير روزا اليوسف، شكرا جزيلا.